ما زال اسم الناشط الكويتي يعقوب بوشهري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصاله عن الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري، وأثار جدلاً واسعاً بعد الفعل الذي قام به بعض الفتيات مع يعقوب على الهواء مباشرة. يا صباح العسل، يا صباح الأخبار الحلوة، تضرب بالأخير البحرين هذه وياها خير، يوم تقعد من النوم. في التفاصيل، انتشر فيديو متداول ظهر فيه صراخ معجبات مشهور سناب شات يعقوب بوشهري عند رؤيتهن له في أحد الأماكن العامة. وبدت في الفيديو المعجبات يصرخن بصوت عال عند رؤية يعقوب، حيث ظهر مبتسما أثناء رده عليهن. وانتشر فيديو يعقوب على نطاق واسع بين معجبيه، حيث أحدث الفيديو ضجة كبيرة بين متابعيه. واللافت أنه في اللحظات الأخيرة من الفيديو صرخت فتاة على يعقوب قائلة أعشقك، ليرد عليها بالقول تعشقك العافية. عجيب عشقك العافية. الجدير بالذكر أن فاطمة الأنصاري كانت قد تسببت بأحداث ضجة كبيرة بين متابعيها في صفحتها الرسمية بظهورها من دون حجاب، وذلك بعد نشرها لمقطع فيديو قصير بدت فيه وهي تحاول عرض مهارتها في صب القهوة العربية قبل أن تتعرض لموقف محرج، إذ كان الفنجان يسقط من يدها وسط سخرية شقيقتها أمل التي كانت معها، والتي سمعت تقول فاطمة لا عادت حاولين تكوني صنعة. يا سلام على أختي صنعة، حلو لا عاد تسوين نفسك صنعة بحياتك ولا عاد. ولم يلفت نظر المتابعين إلا أن فاطمة تخلت عن غطاء الرأس وليس أي شيء آخر في الفيديو، ليأتي عدد من التعليقات اللاذعة التي طالتها ومنها ما ينلام يعقوب فيها. يذكر أن تساؤلات وتكهنات كثيرة انتشرت على السوشيال ميديا بشأن انفصال فاطمة ويعقوب بعد تداول البعض أدلة تثبت الانفصال، بينما لم يتم إعلان هذا الشيء رسمياً من أي من الطرفين.